مساء الخير على كل مشاهدينا، وحشتوني جدا جدا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا اون سيت. عشان تعمل اغنيه حلوه لازم كل عناصر الاغنيه تكون مميزه، ومن العناصر دي الكلمات، اللحن والتوزيع، وطبعا الصوت اللي هيغني. ناس كتير شايفه ان الكلمات هي الاساس، وناس تانية شايفه ان الصوت هو الاساس، لكن الحقيقه ان دور اللحن هو الاهم، لان اللحن بيحول الكلمات دي من مجرد كلام على ورق للحم ودم واحساس، وهو ده اللي بيفرق كل ملحن عن التاني، انه يكون حاسس الكلام اللي كتبه المؤلف ويقدر يحول الكلام ده لجمل لحنيه تعبر عن الاحساس ده. ضيفنا في حلقه النهارده واحد من الملحنين المميزين جدا، لحن اكتر من 200 لحن واغنيه لكبار المطربين في مصر والعالم العربي. الحانه بتبقى مش بس الحان حلوه، لكنها بتبقى هاتس وترند وبتكسر الدنيا في الوقت اللي بتنزل فيه، وتقدر من اول ما تسمعها على طول تعرف انها الحان ايهاب عبد الواحد. احنا قابلنا ايهاب وتكلمنا معاه عن الالحان وحكايه كل لحن، وسمعنا منه اغاني كتير. تعالوا ما نضيعش وقت ونروح نشوف اللقاء الحلو ده مع ايهاب عبد الواحد ونرجع مره تانية.